افتخر فيه. خليني انا انتقل فيكم لخبر مزعج. يا ساتر فعلا مزعج. انتوا شفتوا؟ انا شفتوا انا في ناس اوريهم وهم مستوعبين. خليني اقول للناس مشاهدينا، ما ادري اذا انتم بتفتحوا السناب فبتلاقوا اكيد كثير من الصور، او في كثير صارت مثلا حسابات معينه تحط انه الناس انتشرت ما بينهم رضاعات اطفال حقت البيبي اللي يحطوا فيها قهوه. امنا بالله الحين القهوه والحليب اصلا. أيوه. هي اساس الحليب. طيب يعني انا ماني فاهمه، انا ماني فاهمه فعليا. وفي صار كثير جدل صراحه في الوطن العربي يعني بسبب ده الموضوع. اما الامارات تحديدا قرروا ان هم يمنعوها، منعت اقتصاديه دبي تحديدا يوم امس كل المقاهي من تقديم المشروبات في مرضى الاطفال، وهذا شيء طبيعي عشان تبغى تحد صراحه من انتشار فيروس كورونا، لانه خطر، انت ما تدري هذه الرضاعات ايش وضعها. طبعا الشخص يرجع يستخدمها مرة ثانية. لا دقيقة، يرجعون يستخدمونها يعني مو ديسبوزبل؟ انا ما ادري. انا ما ادري. انا ما ادري. ماركات اطفال حقت الاطفال حقت البيبي هي نفسها. انا عارفه شفتها. تاخذها معاك يعني مش يعني واو. يعني يقدر يستخدمها مره ثانيه صح ولا ممكن هو ياخذها مره ثانيه ويعبيها قهوه؟ ماركات شهيره يعني مكتوب عليها، ماركات شهيره، ماركات معروفه حق أطفال. والله حقت البيبي حقت البيبي. البيبي هات يا جماعه الخير، ايش هذا؟ لازم من جد نتصدى لهذه الظاهره السلبيه جدا اللي انتشرت. طبعا في ناس كثير بيقولوا بحثا عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحكم أن وسائل التواصل الاجتماعي صارت من الطرق السريعة والأسهل انتشارا وبحثا عن الشهرة. أمانة إيش رأيكم في هذا الموضوع؟ صراحة يفشل صراحة، ما تسوى عليك طول بعرض وثوب وشنبات ورقن وحالتك حاله وماسك رضاعة يعني الرجولة في خطر يعني. لا يعني معليش مرة يفشل. أنا ما أدري أوكي، حتى لو أنك تبي تجربها يا أخي لا تصور، ترى والله عيب يعني. جرب بينك وبين نفسك، مو بتعلم الناس أحس يعني. ولا البنات انا طول بعين حتى البنات. لا شفت بنات. شفتي حتى البنات شكلك ترى مو حلو، والله الشكل مو حلو بغض النظر عن اي، حتى لو انها مزحه. هم ايش يسموها حقه المظهر العام او المفروض صراحه الاداب العام؟ الاداب العام اي بالضبط. هذا اشوف فيها خلل يعني، انا اشوف انه هذا شيء غير انه ما هو طبيعي، غير انه مقزز، غير انه ايه ده صح. الذوق العام، الذوق العام، الذوق العام يعني. هذا المفروض تكون ايه ده انت يعني من جد انت رجال تسوي كده؟ ايش هذا؟ بذورتك في المستقبل انت لما حتصير جد. ولا مش بس الرجل، سواء الرجال او البنت. قول البنات صاروا مدلعين ما ادري ايش بيسووا، بس انه انت كرجل 10 11 سنه ايش بتسوي انت؟ بالضبط، انت قدوه، وبعد كده انت حتصير في المستقبل جد، يشوفوا صوره جدهم ماسك بزازه. خير الحين الاطفال لما يجون يعني يكبرون شوي بدون ياكلون، احنا نتضارب معاهم عشان نفكهم من الرضاعه ونحطها عصير. والله تتوقع يتعلقوا فيها يا مها؟ يقول لك بعدين لا ورضاعتي. او ماي جاد، الرجوله في خطر والله، حاجه مخزيه من جد. خبر مره مزعج، مخزيه جدا صراحه، مزعج. شكرا دبي صراحه. والله لا انا اعتقد والله ما ادري احنا عندنا وصلت ولا ما وصلت. لا ان شاء الله ما توصل. انا شفتها بس في ايوه في الميديا يعني، ما شفتها في يعني حاجه ثانيه بس. لا بس في الميديا صراحة. يلا نعيش ونشوف عادي، زي شيء ثاني. بس هنتصدى لكل الظواهر السلبية. طبعا ظاهرة غير أيوة. مقبولة. الرجولة في خطر، قالت لك البنت. والله أنا أتفق يا ريت صراحة، أنت جبتيها من الأخير. طيب خلينا ناخذ